كل فترة من فترات التاريخ الزمن بيجود بعبقري يعيش في الخيال والأحلام ويكون نصيبه هو عايش إن الناس تتهمه بالجنون، وبعد ما يتحقق خياله وأحلامه تقام له التماثيل ويكتب له المجد والخلود. فمثلا إديسون العالم الأمريكي، مين كان يصدق إنه هيخترع الكهرباء؟ مين كان يصدق الليل ينقلب نهار والمطورات تلف والمصانع تدور؟ ماركوني الإيطالي يا ما ضحكوا عليه لما قال إنه يقدر يخلي روما تسمع مزيكة مصر، واللي يتكلم في اليابان يسمعوه اللي قاعدين في مصر. دلوقتي هقدم لكم عالم مصري اسمه أحمد مجدي. تعرفوا عاوز يخترع إيه؟ ده وسائل لو شربوا الإنسان يختفي ويبقى غير منظور. يا ترى هتصدقوه ولا تقولوا عليه مجنون؟ بصل بقى يا زغلول، الاستاذ بيشتغل تحت. طب سني شويه، الاستاذ قال. انت متاكد يا استاذ ان الاستاذ ده هيخترع الدواء اياه؟ طبعا. ومتاكد ان اول الانسان ما يشربه على طول هيختفي؟ بالتاكيد. طيب اتفضل، ولا بلاش البصل بقى دلوقتي، وفهمني بصفتك تلميذ نابغ في كليه الطب، ازاي الانسان اول ما يشربه هيختفي على طول؟ عاوز تفهم؟ ايوه تعال معايا. اتفضل ايدي خد. اتفضل. الله. شوف يا سيدي. جسم الانسان ده مش متكون من خلايا؟ اهو الانسان لو شرب من الدواء ده الخلايا بتاعت الجسم تبقى غير منظوره، يعني الجسم يبقى شفاف. ولما يبقى شفاف برضه يتكلم؟ يتكلم ويشرب وياكل وينام وكل حاجه. ويتجوز؟ طبعا. ويخلف؟ طبعا. اظن العيل على كده ينزل شفاف. طب بلاش تلبيخ بقى وداون الملح. الملح حاضر. اتفضل ادي الملح. تسمع تقول لي هنطفح ايه النهارده؟ انت ما جبتش اللحمه؟ لحمه ليه؟ هي طلعت. امال سيبنا شغل من الصبح وحضرتك بتقشر بصل على ايه؟ بسل الفلس يا استاذ. انت معكش فلوس؟ فلوس؟ فلوس من ايه؟ اخر دفعه بعتها لنا والدك من البلد حضرتك اتصرفت بيها ورحت جبت بيها اجزه للاستاذ. طب معلش بقى. معلش ازاي؟ انا جعان جعان، ولا انزل اقول لك الاستاذ بتاعك ده؟ تسمع انا هو فين؟ انا جعان انا جعان جعان، هموت من الجوع جعان. حلو حيلك حيلك، دي مش الاكل دي للزينه. زينه؟ هو ده وقت زينه؟ هتاكل سمك احمر؟ امال ده ناكل بلا ازرق كمان. اوعى. وحيد؟ ايوه يا دكتور. وحيد حامد الف زائد اتنين سين صاد. خلاص؟ ايوه جربته تحت على قنفسه واختفت. ايوه كويس قوي. ودلوقتي عاوز اجرب على حاجه اكبر.
جرى ايه يا استاذ؟ انت فاكر انه صرصار؟ ما تخافش، مش هجرب عليه، هجرب على حيوانات. الله يسامحك. اظن احسن حاجه يا استاذ نبتدي نجرب على حيوانات من ذات الدم البارد. بارد بارد، عندك حق. زغلول قوم هات لنا وطوات. اسمعوا بقى، انا جبت لكم خنافس ونمل وبراغيث، تقدروا تقولوا لي وطوات هجيبه ازاي؟ حمار ما ينفعش يا سيدي. افهم، عاوزين حيوان دمه بارد. طب يا اخي ما تقولوا كده من الصبح. رايح فين؟ راح اجيب لكم عسكري انجليزي. اسمع. نعم. هات سمكة حية. السمكة هي يا استاذ؟ ايه؟ لا في عرضك يا سوحي، ده بوس رجلك، ده غدانا احنا الثلاثة. بس افهم يا اخي. افهم مين؟ بسبيل العلم لازم تضحي بكل شيء. يا نهار اسود. اتفضل يا استاذ. روح. طب والله ما هي مختفية. كمان. كمان. استنى. برافو يا استاذ، برافو. زغلول السمك اختفت. برافو يا استاذ. بص. يا نهار اسود، السمكه فين؟ السمكه شايفها اهي بتلعب في الميه. انا مش شايف حاجه ابدا، انا بتهيألي مخبيين السمكه عشان ما اكلهاش، واذا كان في سمكه خلونا اشوفها بعيني. اسف قوي. ليه؟ لسه ما توصلتش للدواء اللي يرجع الكائن المختفي. كويس قوي. ايه؟ كائن؟ قول يا استاذ، وهذا الكائن الذي حيبان ده الواحد يشوفه امتى؟ بعد اسبوع يمكن. اسبوع؟ يا نهار اسود، وهقعد انا كمان على لحم بطني اسبوع؟ انت زعلان ليه؟ انت عاوز تاكلها؟ اه. تعال انا اكلها لك. توكلني ايه؟ توكلني ميه؟ توكلني خدوق؟ ولع البابور. الله يشفيك. شيل الحتات للاستاذ يا جدع، غطيه احسن تبرد. نعم. وبعدين معاك بقى. حاضر. هات العيش معاك. حاضر. بلاش هزار بقى يا اخي. ايش معنى دي بس اللي هزار؟ ده غلط والله. اتفضل. السلام عليكم. رايح فين؟ رايح سرايه المجازيب. يا اخي اعل وتعالى كل. اكل ايه بس يا بني ادم؟ اكل هوا بس. جرب. جرب. ادي حته كبيره عشانك اهي. امر لله. لا خلي والله، خلي. هل طبعا انا عارف انك جعان بس هات. حاضر. يا ساتر، سمكه دي ولا حوت؟ بس جرب. اجرب؟ اجرب ازاي اذا كنت انت اكلت كل العيش؟ معلش كل حاف. حاف؟ حاضر اكل حاف. وحيد. الله، ده صحيح. صدقت بقى. يا سلام، ده طعم قوي. انت لسه كمان ما جربش بالليمون. لا نجرب. اهلا عم محمد. اهلا عم دبابه. بسم الله. انتوا بتاكلوا ايه؟ بناكل سمك. تاخد حته؟ فين هو السمك؟ اتصور المشاف السمك قال. بس 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 بس. تعالي يا قطه، تعالي خدي حته السمك. خدي قطه. فين هي القطه دي؟ تصور مش شايف كمان القطه. الله يشفيكم، الجعان يحلم بسوء العيش. عاوز حاجه يا محمد؟ التليفون عاوزك تحت. طيب حاضر، كل على مهلك. ما تخافش. والنبي يا عم محمد ما تنساش تبعت لي ازاز الكزوزه عشان عاوز اهضم. الفين دكتور زعلان قوي، بيقول لك لازم تدفع عمرة القطين. ربنا يفرجها يا عم محمد. اهلا صبحي، حضرت حامد الكبريتيك؟ الفلوس؟ ايوه الفلوس هبعتها لك بعد بكره. يا محمد. يا نهار ابيض، الدكتور جه. حطيت الاجره كلها من السكان؟ ايوه يا سعاده البيت. وحيد افندي دفع؟ في الاسئله دلوقتي ما لقيتوش. طب روح هات الشنطه بالعربيه.
ما تتحرك يا غدا انت. اهلا سعادة البيه. انت بتعمل ايه هنا؟ بدور على الاجره. الاجره؟ الاجره؟ عظيم، النتيجه مدهشه. عال دلوقتي نقدر نجرب على حيوانات من ذوات الدم الساخن. زغلول. نعم. روح هات لنا كلب. ايه؟ كلب؟ واجيب لك كلب منين دلوقتي؟ اشتريه يا اخي. اشتريه منين؟ دي الحاله بوقت يا استاذ. خد 50 قرش اخر ما معانا. يا نهار اسود، وناكل منين؟ يا اخي ربنا سهل، بس روح هات الكلب. والله انا خايف لا توكله لي الاخر. ده غلب، والله انا غلوب. تجيب لك كلب منين ده؟ اتفضل يا سيدي الكلب اهو، بس اخفوق اوامع من معروف. روح يا ضغوط الشيطان. انت شفت الحرام اللي سرق الكلب بعينك؟ انا شفته دخل هنا من ضهر، انا متاكد انه هنا. الدكتور احمد شوقي. ربنا يطمنك عليه. لولو لولو. مبروك يا استاذ، اهنيك. شكرا يا حبيبي. الكلب هنا. خش. افندم، حضرتك الدكتور احمد شوكت؟ لا يا فندم. وكمان بتنكر عرفتك؟ ده دليل قاطع على انه سرق لولو. لولو؟ اسمع بقى، طلع الكلب بالتي هي احسن. روحنا مقبل. زغلول. انت انس بلقت سمسم القلب كزوزة؟ ايوه كزوزة سباتس. انتوا بتتكلموا اسبانيولي؟ لا مالطي. ارجوك يا شاويش فتش الاوض. من فضلك، عندك امر بالتفتيش؟ افندم نادي على الكلب. قسما بالله لو ظهر الكلب لوديكم في داهيه. انت فين يا لولو؟ اهدى لولو. شاويش. انت شايف الكلب؟ لا شايفك انت. ده بتشغط على صدري. لولو يلا يلا، ذبيحة تخدي يا شاويش. الحق يا غير على السلامة. تعالى يا حفيظ. قولي انت عملت فيه ايه؟ انت موت، انت نبغة يا شاويش. الجريمة بقت اتنين، سرقة واكل. انت عارف مين اللي بيهوهو دلوقتي؟ مين؟ عفريتو. نهار ابوك مهر. الحق اهو دخل تحت الكنبة يا شاويش. ايه هو انت اللي عمال تهوهو من الصبح؟ اعمل ايه يا شاويش، اصله مجنون وكل ساعة والتانية يجي يقول فين الكلب. ايوه اعذره يا شاويش، الله يكون في عونه اصله. اهلا اهلا. بقى بيتشعبط على صدرك وبيلحسلك في خدك. ايوه يا شويش مظبوط مظبوط كده زي ما تقول. تعالى معايا. على فين؟ على السرايا الصفرا. انا مش مجنون والله مش مجنون. ده انت 60 مجنون في بعضك. قدامي انا في عرضك يا شويش، انا في عرضك. في كلب ولا مفيش؟ مفيش يا شويش. ايوه كده تعيدي. ايوه في شبك. معلش يا باشا انا هعقلك. طيب يا فندم امرك. سلام عليكم. سلام. مع السلامة. ما يخلصها كده يا دكتور، يخلصها كده. انا باخد ماهية كبيرة عشان افسح الكلب وادلعه. دلوقتي خلاص ضاع مستقبلي، مش هلاقي اكل. غريبة، انا دايما بشوف البني ادم بيوكل الكلب، لكن عمري ما شفت كلب بيوكل بني ادم. ان كان لك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي. طيب يا سيدي اديني عنوانك وانا هرجحهولك. رجحوني بس فين؟ ما هو خلاص مات وشبع موت. هو صاحبه مين؟ صاحبه مين؟ ما انتش عارف؟ دي بنت حازق بيه الزمت. حازق بيه الزمت اللي ساكنين جنبنا في الجيزه؟ يا اخي احنا ولاد حته واحده. على كل حال روح طمنهم وانا هجيب الكلب بنفسي. جيبه منين بس؟ يا رب. طمن بس صدقني. لو تعرف انه مات بس. ما ماتش ولا حاجه. يلا يلا جميل قوي قوي. يلا مع السلامه. كويس كده؟ خلطت كلاب السكك؟ ما لقيتش غير كلب بنت حازق بيه. وانا اش عرفني. طب فين الكلب؟ اهو. اقفل الباب اهو احسن يخرج. لولو عليه العوض. اهو السجق بتاع بتاع الغدا حدهول عليه العوض والنال. لولو
الحقني والنبي يا وحيد. ايه بيخرب بيتك يا استاذ؟ نعم ارجوك تعمل جهد تراجع الكلب. حاضر حاضر. تسمح تقول لي اتسرق منك ازاي؟ يا هانم كنت بفسحه زي العاده، فجأة ببص ورايا الاقي متعلق في الجلد حمار. كداب في اصل وشك. اسكت انت يا مستر. اسكت ازاي يا ستي؟ الجلده وفي ايدي، يبقى فين الحمار؟ ومعرفتش مين اللي سرقه؟ ايوه عرفته يا هانم، الدكتور احمد شوكت. مش معقول دكتور ويسرق كلب. انا متاكد يا هانم، انا جريت وراه لغايه العياده ولما حس اني هقبض عليه متلبس بالسرقه. حصل ايه؟ قول انت. موته يا هانم. موت لولو ليه؟ علشان يخفي معالم الجريمه. لولو مات يا مستيكا. يا طار شبابك يا لولو. يا ميت ونفسك في الكمامه يا حبيبي. اسم الله يا لولو. ايه الشريخ ده؟ اسم الله يا لولو. اسم الله يا لولو. ايه في ايه؟ في البيه في حياتك اتعدت البيه. في مين؟ لولو تعيش انت. لولو؟ ايوه. الحمد لله. ما تقولش كده يا بابا. يا ستي كلبه راح. حضرتك عارف قد ايه كان عزيز عليا، انت لازم تبلغ البوليس. بوليس؟ ايوه البوليس والنيابه والمباحث. يا سعاده البيه لولو مات مقتول. امشي اطلع برا امشي. يلا ما شاء الله. انا حازق بيه الزمت اهزق نفسي وابلغ البوليس علشان حته لولو؟ الحق عليا انا اللي خليتكم تربوا كلاب في البيت. ولا كل التربيه يا سعاده البيه، دخلنا اصلي يومين ويتكلم انجليزي. اخرصي. وانت اللي بنقول عليكي هاديه وعقله برضه تعملي كده؟ اعذرني يا بابا، لولو كان مسليني ومالي عليا البيت، وحضرتك منع اي حد يزورني ومحرج عليا ما اخرجش لوحدي. احمدي ربنا اللي بتخرجي وتشوفي السكه. والدتك الله يرحمها دخلت السرايا دي هي بالمأذون ولا خرجتش الا بالحنوتي كده ولا لا يا بشير؟ الله يرحمها يا سعاده البيت. انا خارج وقسما بالله العظيم لو ارجع الاقي لسه زعلانه لا اعرف شغلي. المصيبة انهم فاهمين ان انا دكتور وان انا اللي سرقته. طول بالك هيرجع حالك. اهو يا استاذ الحمد لله على السلامة. زغلول جهز العربية هحصلك حالا. هرجع تاني يا استاذ. السلم السلم. انا لازم اخرب بيته، هبلغ النيابه هبلغ البوليس. هتعمل ايه يا سيد؟ هشوفه في العياده ولا لا؟ سلوى هانم. شريكي سلوى هانم الفار وقع في المصيده. قصدك مين؟ الدكتور. مش معقول يجي لحد هنا. يمكن جاي ياخد في خاطرك يا ستي. مستك من غير ما تقولي سيبيني على ايه؟ عامل ايه؟ هبلجه. زكي هات الاسعار. زكي ما تسمحش كلامها انده العسكري. العسكري حاضر العسكري. انا متاكد 100% ان الست هتدينا الحلاوه. انت ليك عين يا حرامي. طب خليك انت هنا وانا هاخد اللي فيه القسمه. افتح يا رمضان. هلولو العواس. يا لولو انت عامل ايه ده؟ انت مجنون. خد يوشي من هنا. اه يا اسطى يا اسطى انا بتدفع من ست هانم. ده منزل حازق بيه ولا نادي الرياضه؟ انت ليك عين كمان تهزر؟ انت ازاي كلب؟ انت مش ممكن تكون دكتور. انا يا فندم مش الدكتور، انا اللي بطير بالدكتور جاي ورايا اهو. لولو الف مبروك يا سنتي الف مبروك يا حبيبي. هتهزموا عليه ولا انا بس اللي ملطاشه؟ خدت الحلاوه؟ لا خدت عالمه. انا متشكره قوي. على ايه يا فندم؟ لانك رجحتيلي اغلى حاجه عندي. لا ده واجب علينا. تسمح تشرب فنجان قهوه؟ اصل يعني اتفضل اتفضل. حبيبي يا لولو. ايوه يا عم نسلها بخت ونسلها مقشات. انت زعلان مني؟ لا
أمال وشك مبوز ليه؟ أنا اتولدت كده. اخص عليك يا حسن. اسمي زغلول يا أختي زغلول. زغلول؟ يعني لسه ما طلعتش من البيضة؟ لا مرايش. طيب اوعى تطير مني. لا احبسيني في القفص. زغلولي. أوه اسمي يعني. مش حرام عليك تخطف لولو؟ الحق عليه هو اللي جرى شكلي. ازاي؟ انا ماشي في امان الله سمعت حاجه ورايا، بصيت لقيته عامل لي كده، عملت له كده، قال لي هو، ما ردتش عليه، قام قال لي تاني هو، صعب عليا، قلت له هو، هو منه، هو مني، بين اصحابه. انت دمك خفيف قوي. الله يحفظك. الله على فين؟ استاذن بقى. لسه بدري. متشكر. هيه بقى حصل كده؟ ايوه. انا مش مصدقه. اقول لك على حقيقه وما تقوليش لحد؟ ما تخافش. بقى تاني يا ستي عندي كلبه اسمها تيتي، محرج عليها، لا تخرج ولا تدخل. قمت النهارده من النوم ما لقيتهاش في البيت، اتجننت. وشويه وهي داخله لي تتمخطر وفرقه شعرها وحاطه لي فيها فيونكه، بضرب بعيني كده لقيت سلولو، اتاريها قابلته في السكه وعزمته على الغدا. وبعدين؟ وبعدين ما طقتش، جريت وراها، طلعوا فوق السطوح، طلعت وراها، نط فوق السور. وبعدين؟ ما قدرتش انط وراها، سلمت امري لله واستنيت لغايه ما نزل سلولو وجبته لغايه هنا. اما حكايه لطيفه قوي. متشكر كتر خيرك. على فين؟ استاذن بقى. لسه بدري. متشكر. تصور قالوا لي انك موتته. وده معقول؟ حد يشوف العيون الحلوه دي والدم الخفيف اللي زي الشربات ويحرم نفسه بايده؟ انت اني سنه؟ الله يعزك. وبعدين؟ وبعدين انا جاي اطلب القرب منك. في مين؟ في لولو. لولو؟ لا ما اقدرش. وبعدين بقى؟ اذا كانت تيتي حبته وهو حبها؟ نقدر نساله. انت حبيتها يا لولو؟ ايوه. على فين؟ استاذن. ما لسه بدري. بس هستعجل القهوه. مالك يا حبيبي؟ هو لا حاجه، بس حاسس ان نار قايده في نافوخي. من حب يا روح قلبي. لا يا اختي دي من القهوه. من قهوه؟ ليه جرى ايه؟ يا نهارك ابيض، ده البن كله فار فوق دماغك. وانا كمان بقول مخي انظبط. ايوه جاي، الست بتنادي عليا. ده عليا بابا. يا خبر، يلا قوم قوم اوان. على فين؟ روح روح. الله، انت مش عازماني على القهوه؟ مش ضروري تشرب قهوه، تعالى تعالى اوان. انا مش فاهم حاجه ابدا. اصل بابا جه ومنع اي حد غريب يخش البيت. وهو انا غريب؟ تعال اسمع، اعمل نفسك بتكشف عليا. اكشف عليك ازاي؟ يا اخي انت مش دكتور. لا مش دكتور. يو ده وقت هزار. تعال يلا اوان تعال. ايه ده يا سيدنا الفندي؟ ما تشيك ايدك كده ليه؟ من فضلك اقعد اقعد. اقعد اقعد ازاي؟ وبعدين بقى سلوى، فهميني يا بنتي ايه الحكايه؟ انا تعبانه قوي يا بابا. وحضرته مين؟ الدكتور احمد شوكت. أنا آسف أوي يا دكتور شوكت، طمني يا ابني عندها إيه؟ من فضلك استريح وخليني أعد النبض. عد يا ابني، عد 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 عد. من فضلك بصي لي، عندي أنا هنا. بصي بصي لي يا سلوى، أنت مكسوفة يا بنتي. من فضلك ما تتكلمش أبداً. حاضر. طلع لسانك. وريني لسانك. كمان كمان كمان. لسان ايه اللي بتكشف عليه؟ القلب، طمني على القلب. فعلا انا لازم اشوف قلبها فيه ايه. ايوه فاضي فاضي فاضي. ازاي؟ اكشف كويس يا ابني، حط ودنك كويس. الحمد لله دلوقتي بقيت كويس. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الحمد لله على سلامتك. عيانه بايه يا دكتور؟ عندها ايه؟ والله هي لازم زعلت وحصل لها انهيار عصبي. والعلاج يبقى ازاي؟ العلاج لازم ما تقعدش في البيت، لازم تخرج تتفسح تشم هوا. انا هخليها تشم هوا كتير قوي خالص. مبسوط دلوقتي يا هاني؟ الحمد لله. شدي حيلك بقى. لا معلش، خلي المره الجايه. طيب وهتيجي امتى يا دكتور؟ كل يوم ان شاء الله. الشفا راح يكون على ايديك. ما تتعبش نفسك يا سعاده البيت، اتفضل انت، انا متشكر قوي. سنت انس في مرج التدريس. ايوه يا فندم. لا انا بكلم التمرج بتاعي.
كنت بتعمل ايه في المطبخ؟ ايوه كنت باغلي الحقنه. على كل حال مفيش لازمه للحقنه دلوقتي فعلا، لان هي بس عاوزه شويه راحه. اوعى تكون بتهلوس وحصل لك تهيؤات زي المره اللي فاتت. اهلوس ازاي يا شويش؟ ده انا عقلي يوزن بلد اهو. اقبض عليه. هو ده شويش يما. اقبض عليه. يقبض على مين يا جدع انت؟ ما هو ده اللي قتل كلب يا سعادة البيه. كلب في عينك؟ انت لسه بتتكلم في حكايه الكلب؟ انت لسه مش هتبطل الجنان ده يا ولد. قلتش انا حاجه قدامي. على فين؟ على الاسم والله. بس انا عدت المرات. انا متاسف قوي يا دكتور، ده ولد مجنون يظهر ان عنده. ايوه عنده بانتي اسبانيا. بختك يا قلبي رأيت الجمال، وحبت يا قلبي ونلت الأمال. يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا قلبي. يا حسنك يا قلبي هاويت البغاشة، وطبت يا قلبي جاتك ميت أضاشة. يا حسنك يا قلبي يا قلبي يا حسنك يا قلبي. بدينا سلمنا بهمسة وكلمة، ختمنا كلامنا بنظرة وبسمة، حيينا أملنا ودنيتنا بسمة. وكان في مرمنا يبان المخبي. يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا قلبي. شويت لي دماغي بقهوة غرامها، وجابت لي داغي بهزة أوامها. دي نار المحبة كويتني أمامها، ومطبخ كمالها حرق شعري حبي. يا حسنك يا قلبي يا قلبي يا حسنك يا قلبي. رموشها جفونها أوامها جمالها، ولفتت عيونها دي دنيا بحالها. حياتي عشانها وروحي بدلالة، يا ريت تستدلني غرامي وحبي. يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا قلبي. يا قلبي فداها حياتي وشبابي، يا قلبي عشاها فراخي وكبابي. يا قلبي هواها ما كان في حسابي، لقيتك معاها رميتني في حبي. يا بختك يا قلبي يا حسنك يا قلبي يا بختك يا قلبي يا حسنك يا قلبي. مش عارفه دكتور مجاشي، انت لسه تعبانه؟ لا قلقانة، طول الليل امبارح ما نمتش. انا كمان يا ستي. لمؤاخذة يا ستي، هو الحب بيسحر؟ ايوه يا نسيم. يا حلاوه، يعني زي القهوه؟ لا ده زي السحر، يخلي الواحد هايم سرحان، لا ينام ولا ياكل ولا يشرب. غال على كده هحوش وابقى غني. بابا
اسم الله يا سيدي. كلمت الدكتور يا بابا. ايوه كلمته، رد عليا واحد تمرجي تاني غير زغلول، قال لي انه مشغول في عمليه نصران اعور في القصر العيني. عشان كده ما جاش. تحبي اجيب لك دكتور غيره؟ لا يا بابا، انا ارتحت على الدكتور ده. والله في الحقيقه هو كويس قوي، وعلشان كده انا فكرت انه يعمل لي عمليه الكلاوي. تحب يا بابا لما اروح له اخليه يكلمك في التليفون؟ ليه انت هتروحي له لوحدك؟ هاخد مستيكه معايا. لا لا لا، ما خليكوش تروحوا لوحدكم ابدا، لازم اروح وياكم. لكن هروح ازاي؟ ده سيد بكامل جاي لي الساعه 1:30 وضروري اقابله. بلاش يا بابا، خليني انا عيانة. اروح وياكي بقى وامري الى الله. ايه هو الدكتور ما جاش؟ زمانه جاي يا فندم، اتفضلوا. وحيد وحيد. ارقص معايا. ليه؟ خبر مهم، سلوى ابوها عند الدكتور شوكت. الخبر ده مصيبة. مصيبة؟ مصيبة ليه؟ دول لسه فاهمين ان انا الدكتور شوكت وجايين لهنا. يعني انكشفت يا حلو. اسمع، روح شوف الدكتور موجود ولا لا. ايوه، ما لقيتوش يزوق لي التمرج اوام. هوا عم محمد، اللي قولي وحياة والدك الدكتور موجود؟ لا لسه ما جاش. احسن، يلا بينا بقى عشان وحيد تعبان قوي. لا سلامته عنده ايه؟ مسكين يا اخويا، عنده البطايحل. بصيت على سهوة لقيت رجل زرقاء ورجل حمراء. يا ساتر يا رب. يا ساتر خالص، بس يلا يا نتعي تعالى. هحبسه. اهلا بالدكتور. اهلا بالنصاص البارع. اهلا وسهلا. لما اخذ ما قدرتش اعدي عليك، اصل النهارده كان عندي. انا عارفه كنت في القصر العيني. ايوه كان عندي عمليه مراره. مراره ولا مصران اعور؟ اعور. ايوه، اصل وانا بعمل عمليه المصران لقيت المراره ملتهبه، قلت اشيلها بالمره. يا سلام، عمليتين في وقت واحد، والله ما حد عامل لي عمليه الكلى ولا انت. سيجاره؟ ايوه متشكر. يا زغلول حاضر. اول ضربات الكبر. ايوه بس هزوقه ازاي ده؟ لا لا، هو اصلي دي اتحطت بيها بيني وبينه. ايوه النبي بسرعه يا زغلول، احسن سيد بيه كامل مستنيني في البيت. حاضر يا فندم. دي صوره مين دي؟ ايوه الصوره دي صوره والدي. يا سعاده البيه. ايوه البيت ضرب تليفونه بيقول سيد بيه وصل وزعلان منك جدا، واخد على خاطره ومنتظرك على احر من الاحر. طيب يا دكتور. مع السلامه يا سعاده البيه. مع السلامه. الله يسلمك. اما تخلصي الكشف يا سلوى تبقى تيجي على البيت على طول. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. عيد سعاده البيه. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. خد يا زغلول، خد يا سعاده البيه. خد يا سيدي. خد يا ابني. الله، ابو شوكت، اهلا وسهلا، دي فرصه سعيده قوي خالص. ابنك عظيم نابغه، ربنا يخليه لك. سلام عليكم. يا محمد انا مش فاهمه حاجه. ايوه بس دلوقتي افهمك، بس تعالي. يا ده انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ايوه اصل زغلول عيان. عيان عيان يا اخي، ما نزال دخله قدامك اهو. اصله بيخاف من الادويه. وريني كده حاسس بايه. حاسس بان هنروح في داهيه. انت بتترعش. هلعوا يا محمد. بلاش محمد دي. والنبي يا محمد افدي فيه. والنبي اللي يرزع عليك كده يخرب بيتك انت. هلعوا نقوا والنبي يا عم يا فيل. لا بقى حضرتك مش الدكتور شوكت؟ الحمد لله ان والدك ما عرفش. امال بتشتغل ايه؟ ممكن تساليني السنه الجايه. ليه؟ انت دلوقتي خالي شغل؟ تقريبا. وناوي تشتغل ايه السنه الجايه؟ دكتور. دكتور؟ العب غير. اصلا انا تلميذ في كليه الطب. تلميذ؟ ايوه لسه صغير. ما تزعلش، بكره تكبر. ما قلتليش اسمك ايه؟ وحيد. وحيد؟ وحيد، لكن حاسس دلوقتي ان الدنيا كلها ملك ايديا. ازاي؟ معرفش. ازاي وامتى وفين صادفني حبك؟ قلبي بنظرة عين، قلبي انشغل، قلبي قلبي انشغل بك.
قلبي ما عرفتوش قبلك ولا كان عالبال، وصبحت خايف على ظلك من كل خيال. وازاي حبيتك ازاي ازاي، وبقلبي بقلبي ناديتك ازاي ازاي ازاي، وازاي وامتى وفين صادفني حبك، قالي بنظرة عين قلبي انشغل قلبي قلبي انشغل بي. الحب ده مش بيدينا ولا غصب عنا، دي اسمها مكتوب علينا مهما حاولنا مهما حاولنا. ولا نعرف جنة منين ولا ناوي يودينا فين، ولا ناوي يودينا فين، ولا نعرف جنة منين ناوي ودينا فين، ولا ناوي ودينا فين. قلبي بنظرة عين قلبي انشغل قلبي قلبي انشغل. تجري 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 تسبانا فرحة أمالي فرحة أمالي، واتمنى نمشي 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 في طارينا أيام وليالي أيام وليالي. شايف فيك بعناية كل ما انا شايف فيك بعناية، والدنيا بتضحك ليا كل ما انا شايف فيك بعناية كل ما انا شايف فيك بعناية. ياللي بنظرة عين قلبي انشغل قلبي قلبي انشغل بي. قبل ما حد يشوفني. طيب هنتقابل بكره في مينت الحيوانات. ما افتكرش، انت عارف بابا صعب قوي. قول له هشم هوا وزرافه تفهميه ان دي اوامر الدكتور. هحاول بس هجيب مستكه معايا. وانا هجيب زغلول معايا. لا لا ما تتعبيش نفسك، ما بينفتحش ابدا. اتفضلي. ايه ده؟ ده سلم النجاة. مع السلامة مع السلامة. أسافر أسبوع أجي ألاقي الغلة زي ما هي. تخنك ده مش عارف تسلم 10 كيلو؟ أعمل إيه بس يا ريس؟ إذا كانت المباحث مفتحة عينيها كويس أول يوم. اخرس! شوف التليفون. الو يا زكي، انا هسلم الغله بنفسي من الليله. انت هتشتغل في النادي تحت، بس خلي بالك يا شاطر محدش يعرف ابدا ان انا صاحب نادي العمار. انا طاهر طاهر فيه مدير مكتب الاستيراد والتصدير، فاهم؟ هاي انزل الديناميت وريله الشغل.
الو. ايوه يا زكي. ايه؟ انا شايفه دلوقتي موصلنا بالعربية. بس انا خايف تطير من ايدك. دول 120,000 جنيه مش لعبة يا طاهر بيه. طيب انا جاي بكرة. لا النهاردة مش فاضي. اسمع. راقب للدكتور كويس واعرف اخبارهم اول باول. فاهم؟ مش جاي معانا وهنعمل ايه في بشير؟ خليها على الله وعليا يا ستي. في اخبار جديده؟ ايوه الدكتور طلع مزيف. مزيف؟ ايوه اسمه وحيد ولسه طالب في كليه الطب. حلو حلو قوي قوي قوي. شد حيلك يا طاهر بيه، سلوى لازم تكون من نصيبك. ما تخافش. صباح الخير يا سعاده البيت. اهلا بالادب والكمال والطيبه والاخلاق. استغفر الله استغفر الله. ازيك يا طاهر يا ابني؟ اتفضل اتفضل اتفضل. اقعد اقعد يا ابني. خش يا ابني في الكرسي، خش استريح. الله يريح قلبك بزياره النبي الحبيب. امين يا رب. فينك يا طاهر؟ ما حدش بيشوفك ليه؟ والله يا سعاده البيت كنت مسافر في شغله مهمه قوي. تصدير ولا استيراد؟ لا استيراد. كنت بتستورد ايه بقى؟ ايوه بستورد غله يا سعاده البيه. استرالي؟ لا هندي. ما شاء الله ما شاء الله. سيجاره يا طاهر؟ سعادتك عارف ان انا ما بدخنش. ربنا يقويك يا ابني. قهوه يا رمضان؟ لا لا ملهاش لزوم لانها بتسهرني. احنا فين والليل فين؟ سعادتك عارف بعد صلاة العشاء بنام على طول. يا سلام على الاستقامة، يا سلام يا سلام. اللهم دمها علي نعمة يا رب. لشرفي انت فلتة من فلتات الطبيعة، ملاك في صورة انسان. في الواقع يا سعادة البيت دي شهادة انا اعتز بيها جدا، وتشجعني اني اطلب من سعادتك طلب. قول يا طاهر اتكلم. ايد سلوى هانم. وتفتكر يا طاهر ان سلوى انا اعزها عنك؟ ده يبقى ربنا رضي عليها، يبقى كتب لها السعادة. استغفر الله استغفر الله. ربنا ما يحرمنيش من عطفك. تعال يا سلوى تعال تعال سلمي على طاهر. ازيك يا طاهر؟ لا مؤاخذة يا سلوى هانم، لا مؤاخذة، اصل انا متوضي. ما شاء الله ما شاء الله من زمزم يا ابني. عن اذنك يا بابا. ايوه استني يا سلوى، انا عندي خبر مهم لك قوي. تعالي يا حبيبتي تعالي. في الحقيقة يا بابا أنا ما بفكرش في الجواز، قصدي يعني أقول لك. إيه يا سلوى اتكلمي اتكلمي بحريتك. بصراحة يا بابا أنا ما بستلطفوش. بالعكس ده خفيف الدم على قلبي قوي. ثم ما تنسيش إنه شاب طيب وبيصلي ويعرف ربنا كويس. طيب لو سمحت نتكلم في الموضوع ده لما أرجع. أهلا وسهلا. عن اذنك يا بابا. يظهر الهانم مستعجلة قوي. ايوه يا سيدي هي مسكينة رايحة جنينة الحيوانات لانها تعبانة، والحكيم وصف لها انها تتفسح كتير وتشم هوا. الحكيم اللي كانت راكبة معاه امبارح في العربية. الله سلوى انت كنت راكبة يا دكتور امبارح؟ ايوه يا بابا، حضرتك لما سبتني عنده في العيادة محبش يخليني ارجع البيت لوحدي. على فكرة يا طاهر الدكتور ده شاطر قوي خالص، وعلشان كده انا هخليه يعمل لي عملية الكلاوي. كلاوي ايه يا سعادة البيه؟ انت فاهم انه دكتور بحق وحقيقي؟ طبعا انا كنت عنده في عيادته امبارح وقاري اليافطه بنفسي. الدكتور احمد شوكت اللي كانت راكبه معاه امبارح يا سعاده البيه اسمه وحيد. ازاي الكلام ده؟ انت مش كنت بتقولي انك كنت راكبه امبارح ويا الدكتور شوكت؟ لا يا بابا انا فعلا كنت راكبه مع وحيد. وحيد؟ وحيد مين ده؟ اللي سعادتك فاكره الدكتور شوكت. سلوى تعالى.
أصل يا بابا حصل سوء تفاهم فاضطر يعمل دكتور. يعني كان بيخدعك وبيخدع سلوهان؟ يعني بالعربي نصاب ومحتال. لا يا بابا، وحيد مش نصاب، بدليل انه قال الحقيقه امبارح. وسكت ليه من امبارح لحد دلوقتي؟ ليه ما قلتيش من ساعتها؟ لازم في اتفاق بينكم، لازم مؤامره ضدي. سعاده البيه مش للدرجه دي. سلوهان مهما كانت الحال موضع ثقه، انا شخصيا ان ما كنتش واثق فيها ما كنتش اطلب ايدها من سعادتك. وانا بالمناسبه دي متاسفه جدا اني ارفض الجواز من حضرتك. بتقولي ايه؟ ترفضي طاهر؟ ترفضي القطة المغمضة؟ ترفضي السبحة والسجادة؟ ما تحرجهاش يا سعادة البيه، يمكن بقى بتحب واحد تاني. سامحة بيقول ايه؟ اتكلمي، دافع عن نفسك. الظاهر انها مكسوفة تقول لسعادتك انها بتحب وحيد. ايوة يا بابا بحب وحيد. اخلصي، انا عرفت دلوقتي كل حاجة. اه المحتال النصاب، انا حوديه في داهية، انا حوديه النومان. امشي اطلعي على قطك، وقسما بالله العظيم ما انت معتبه بره البيت ابتداء من النهارده، وهتتجوزي طاهر غصب عنني عيني. العربيه جاهزه يا ست هانم. امشي عربيه تدوسك قليله الادب. يا مهول كان على اهدك كله. ده بتعمل ايه؟ لا بس بحفظ كلمتين اقولهم للبنت بتاعتي من كتاب جوليو ورومييت، من روميو وجولييت. حالا حاضر. طيب انا نازل عند الاستاذ. طيب. خد علي. حاضر. جولييتو يا جولييتو يا جولييتتي، يا من بسهم اللحظ سطي مهجتي، انا عاشق انا مغرم يا قبلتي، والحب بهدل لي مزاجي وصحتي. قرص اخر مرحله في الاختراع. ح زائد اربعه انقاص. ح زائد اربعه انقاص. هنا سر 20 سنه مجهود، هنا سر الاسرار الطبيعه. برافو يا استاذ، لكن لازم دلوقتي نجربه على بني ادم. ايوه لازم نجرب على بني ادم. حيلك حيلك يا استاذ، انت لازم تراقب التطورات اللي هتحصل على الانسان اللي هيشربها. عندك حق، عندك حق. لا ارجوك انت تراعي اليمين، ما اقدرش استغنى عنك. اللهم مين اللي هيشربه؟ ايوه مين هيشربه؟ رئيس تكتكتي يا استاذ كتكتي. على كيس عايز تكوفي بتاعت الكيس دي. البت هتتكعبل تمام. انت ندرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جرى ايه؟ انتوا متوا ولا ايه؟ اسمع يا زغلول. نعم. احنا لازم نجرب الدواء ده على بني ادم. على مين؟ على بني ادم. يعني قصدكوا انزل اسرق لكم واحد من السكه واجيبه لكم؟ ها لا مش ممكن، لان ده سر مش لازم يطلع عليه حد ابدا. يعني قصدك ايه؟ قصدي لازم نجربه عليك. جرى يا وحيد انت اتجننت؟ هو انت فاكرني بني ادم؟ امال انت ايه؟ لا ده انا بني فاتوره. سلام عليكم. اسمع يا زغلول. اسمع ايه؟ لا يا حبيبي انا اصلا هقابل حبيبتي مستي. ما تقدر تقابلها وانت مختفي. نعم. يا سلام لما تسمع صوتك من غير ما تشوفك. هتقدم اكبر خدمه للعلم، هتحقق امالك وتنول اللي ببالك، هتسجل لوطنك اعظم اختراع. لما تشرب من الدواء ده هيخلد اسمك في التاريخ. كده؟ ايوه. هو فين الدواء ده؟ تعالى اشرب. على بطر في صحتك يا مستكا، انت كايز ده بفتع. خد. وحيد. ايوه يا زغلول. دراع مين ده؟ ده دراعك انت. يا نهار اسود، مين ده؟ ده قرد. امال انا ابقى فين؟ ما انت اتقلبت بقيت كده. ما تعيطش يا زغلول، هنرجعك تاني. ايوه لكن ده انا عاوز اقابل مستيكا. مستيكا لا اسمع، احسن بعدين تخاف منك. اللي يحب ما يكرهش. ما يكرهش ازاي؟ انت بقيت قرد. القرد في عين امه غزال. ده زغلول. زغلول بعدين يا استاذ الحقوا، لو مر عليه ساعتين مش ممكن يرجع بني ادم تاني. انهار اسود.
هم اتأخروا كده ليه؟ يا ترى رحت فين يا زغلول؟ مستهكة مستهكة، أنا هنا يا روحي. أنت فين يا روح قلبي؟ مستيكا يا مستيكا يا مستيكتي، يا من بسهم اللحظ صدي مهجتي. زغلولي حياتي. زغلول الحق يا زغلول. الله مستيكا انت يا بيت. شويش الحق يا شويش، الحق في قرد هرب من القفص. مين حسنية؟ انت هربت ازاي يا مجنونة؟ تعال. يا لهو زغلول، زغلول، زغلول. ترى انت فين يا زغلول؟ زغلول، زغلول. يا دهو انا اسف يا زغلول. كده برضو تعملوها فيا؟ ما تزعلش، انا هروح لمدير الجنينه دلوقتي واحاول اشتري. اوامك والنبي احسن القرد اللي هناك ده. ماله؟ فاكرني من الصبح حسني. انا هرجع لك حالا. يا دهو يا دهو. اشرب من ده يرجعك بني ادم تاني. برافو يا استاذ، برافو، حاجة عظيمة قوي. مبروك يا زغلول، رجعت بني ادم. مبروك على ايه يا اخي؟ وده معقول يا ناس؟ معقول؟ بص بص شوف. يا شيخ حرام عليك، بعد خلقة بني ادم دي اعوذ بالله. اسمعي. نعم يا سيدي. تطلع اللي معاك ده وتنك تنزل على طول، مش عاوز لت ولا عقب. حاضر. يلا. الهي فك سجنك يا سلوى يا بنت حواء وادم. الغدا يا ست. يا ده العزية، انت هتفضلي من غير اكل كده على طول؟ اخ كفايه بقى يا ست، احسن الدمع هتفر من عيني. حكيم انا لما اتفتح في العياط ما سدش ابدا. يا مستك. يا ستي انا مش عارفه عملت ايه عشان بابا عايز يجوزني طاهر. الهي تتقص في رقبتك يا طاهر يا ابن زليخه. مستك يعني ايه مستك؟ نفسي اشوف وحيد. يالي وانا نفسي اشوف زغلول. قولي. نعم. لو اديلي الجواب تقدري تديهوله؟ يا ريت. ده البيه حكم عليا، لو حطيت من عتبه البيت ما رجحوش ابدا. وانت ذنبك ايه يحبسك معايا؟ معلش يا ست، الحبس للجدعان. الو، هنا منزل سعاده حازق بيه. انا قلت ما حدش يرد على التليفون غيري، امشي. الو، مين انت يا افندي يا قليل الادب يا اللي ما انتش متربي؟ بس حلمك يا سعاده البيه، سيبني اشرح لسعادتك. ما هو وليك عين تتكلم يا افندي يا كحيان؟ يكون في علمك اذا حاولت تتصل تاني مره بسلوى انا هخرب بيتك، هوديك في داهيه. مش ممكن، انا لازم اشوفها. شوفها. تشوفها ازاي بس؟ احسن طريقه اروح لها البيت. تروح لها البيت؟ انت يا جدع انت مش خايف من حد بيه لا يلبسك تهمه؟ بس ما تبقاش خوف، تعالى معايا. اجي معاك؟ طب اسبقني انت وانا هحصلك. على فين؟ على التخشيبه. حبيبي
تستنى منك نظرة من ورا شباك، ولا خيالك يخطر مرة وانا بستنى. جيت لك اطمن على حالك والدنيا تنام وانا بصحى لك. جيت لك اطمن على حالك والدنيا تنام وانا بصحى لك. من حبي فيك من شوقي ليك من خوفي عليك جيت لك يا ناديك. آه يا حبيبي. ايوه وقعت سودة. غنيلها تحت الشباك يا خبري. الو الو نقطة الزمالك. ده اللي حبيبه فات وراح عمره ما يرتاح، عمره يقضي حياته أنين ونواح ودموع وجراح. أجيت لك حيران وضناني شوف يمكن تبعت لي سلام من فوق. كنا بجنة لحزلنا ويا زماننا فرقوا بينا. يا حبيبي. ايه اللي معاك ده؟ ميه ساقعه ساعه الليل اطلقها عليه. عفارم عليك. يا بيت حبايبي اللي كان على البعد يعرفني فين، سحر نورك وكان نورك بيخطفني. وفين حبيبي اللي يقدر وحده ينصفني، خصمني بابك وانا شايفه وشايفني. روحي وقلبي دايما وياك، شوقي وحبي عايشين في حماك. يا حبيبي. هتعمل ايه يا بابا؟ اوعي سيبيني، مالكيش دعوة انتي. قفشناك. انت عامل زيطة وزنبليطة ليه؟ انت عاوز اللي عامل زيطة؟ ايوه هناك اهو. هناك. لا ليه؟ المناخولي ايه؟ مناخولي ايه؟ هو في غيرك يمزح يدفع؟ اه يا جوياش يا جوياش. وحيد وحيد الحق اقرا. الحق اخويا خبر من اهلي. ستقام الليله حفله ساهره بمناسبه عقد قران سلطة المجد كريمه حازق بيه الزمت على رجل الاعمال الساري المعروف طاهر بيه كامل. يا استاذ انت الحق عليك، كنت لازم تطلب ايدها من ابوها. قالوا لك عليا ساري معروف؟ ابوها عاوز يجوزها راجل غني، وانا كل مؤهلات الحب والاخلاص. ايوه بس هي ذنبها ايه تعيش تعيسه؟ تعرف انا متهيئ ليه؟ ايه؟ اروح اطربق الفرح، اخطفها، اهرب معاها. لكن ازاي؟ وحيد خلاص اكتشفت الماده اللي كانت ناقصه، لو حد شرب الدواء يختفي على طول. تاني انت ايه بتتوحم عليا؟ ما تحل عني. هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حرمي نفسي من الشباك. ما تخافش يا زغلول. ايه؟ انا اللي هشرب الدواء. هو فين يا استاذ؟ جوه. يا نهار اسود. بلاش والنبي بلاش. ما تخافش. ما تخافش اسمها يمكن يتقلب قير. قلت لك ما تخافش. un
والنبي يا رب تقلبوا زرافه، والنبي يا رب. والنبي هدومك يا وحيد. والنبي يغتي 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 زغلول. تعال شوف الحلم وهو يتحقق. تعال. مبروك يا زغلول. نجحنا والحمد لله. وحيد وحيد. يا ترى يا ابني انت اتجننت ولا ايه؟ لا يا زغلول، انا عقلي زي ما هو، لكن حاسس ان قوتي زادت. ايوه بقيت اقوى من المال والجاه والكذب والخداع. الله، وحيد رايح فين؟ على الفرح يا ابو الزغاليل. اه بحسب رايح. الى اللقاء. يا دوله يا دوله. عظيم مبسوطين يا عمي. يا سعادة البيه، هذه ليلة في العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمح تمضي يا طاهر بيه؟ مالك يا طاهر يا ابني؟ دايما العرسان كده، أعصابهم مضطربة. تمام تمام. يا
استريح يا ابني استريح. اسم الله عليك يا الرحمن الرحيم. سلامتك يا طاهر بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول الله يا رب. مبروك يا ستي الف مبروك. اتفركش الفرح بقدرة قادر. ازاي يا مستكه الحكايه مش زي النظر. مش قادره اقول لك ولا قادره اشرح لك. لازم سوا حده في شيء لله. النبي تنصره على مين عليه يا رب. سلوى وحيد انت فين يا وحيد؟ انا مستخبي يا سلوى. اعمل معروف امشي قبل ما حد يشوفك. ما تخافيش ما فيش حد يقدر يشوفني ابدا. انت مستخبي فين؟ في الهوى. في الهوى ازاي؟ تقدر تشوفيني بقلبك مش بعينيكي. بصي انا هقعد على الكرسي. اسمعي يا سلوى بلاش فضايح. انا هفهمك كل حاجه. فعلا لها حق تخاف. اعمل ايه دلوقتي؟ سلوى فوق يا حبيبتي ما تخضيش. الحمد لله. اديني فرصه افهمك الحقيقه. انت عارفه ما بخبيش عنك حاجه ابدا. بقى الحكايه يا ستي دي حاجة تبرجل المخ. الواحد يقول ايه بس؟ لازم في عفاريت. عفاريت ايه يا ابني؟ خلي عندك ايمان. روح انت دلوقتي وتعالى اتغدى معايا بكرة علشان نحدد ميعاد تاني لكتب الكتاب. امرك يا عم. اما حكاية غريبة قوي. لكن ايه اللي خلاك تعمل كده؟ حب. طيب انا عايز اشوفك دلوقتي. ما جبتش معايا الدواء اللي يرجعني تاني. يا خسارة. ما تزعليش هتشوفيني بس على حلقات. عندي جوانت وإشارة. أيوة عندك في الشفونير. خلاني روح من غير جسد. في كل مكان وفي كل زمان وياكي مفيش عزال ولا حرمان في هواكي. وادخل قلبك واسكن فيه واعرف ايه اللي مخبيه. وفي احلامك انا قدامك خلاني روح من غير جسد. من حيفرق بيني وبينك يا حياة قلبي من يشعل شوقي وحنينك وانتي جنبي. نار بعدك قربت انساها ولالي الفرقاوي اساها. نلت منايا طلت هنايا. حبك خلاني خلاني تعرف انا افتكرتك ايه؟ ايه؟ انك موت وعفيتك هو اللي بيتكلمني. ما انا موت بس في غرامة. ده
ده بابا، بابا جه استخبى اوان. عفريت مين اللي بيكلمك؟ كنت بتكلمي مين؟ قولي انطقي اتكلمي. ما بكلمش حد يا بابا. ازاي ما بتتكلميش؟ انا سامعك بتتكلمي. يمكن بقى يا بابا كنت بكلم الكرسي. بتكلمي الكرسي ايه؟ حضرتك عارف يا بابا اني اعصابي تعبانه من اقعدي في السرايا لوحدي، يتهيألي ان الكنب والكراسي والشبابيك والحيطان كلهم بيكلمون. ده كلام فارغ، انا ما بعش عقلي لحد. بقى كنت بتكلمي الكرسي؟ ايوه يا بابا. طيب اطفي النور وروح نامي يا بنتي، ويكون في علمك ان طاهر جاي يتغدى وانا بكره. لا مؤاخذة يا حضرت، أنا بقول إيه؟ اسمعي يا سلوى، أنا جاي بكرة أتغدى معاكي زي ما أنا كده مختفي. هستناك يا حبيبي. أنا هجيلك زي ما أنا كده، أوعي تتخضي تاني. تأكد إني مش هنام الليل، هعد الساعات والدقايق لحد ما ترجعلي. يا نهار أسود، البيت اتجننت. مع السلامة يا حبيبي، أوعي تتأخر بكرة. ريحيني يا بنتي، الله يريح قلبك. انت بتكلمي مين؟ الحيطه. الحيطه؟ روحي نامي يا بنتي، روحي يا حبيبتي نامي، روقي بالك وهدي اعصابك. انا برضو ماليش بركه الا انتي. روحي يا اختي روحي. حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحيد، انا هنا. بابا فكرني اتجننت. ايه رايك تسوق في الحكايه دي على طول؟ فكره مدهشه، انا مش هخف ابدا الا لو جوزونا البعض. تصبحي على خير. مع السلامه. حاسب الشجره. انا ما يهمنيش اللي حصل امبارح، انا يهمني اللي جرى لبنتي. جرى ايه بعد الشر؟ انهيار عصبي حاد. تصور الحيطان بتكلمهم، الشبابيك، الكراسي. وده معقول يا سعادتي؟ إذا كنت شايفها بعيني وهي بتقول للكرسي هستناك بكرة يا حبيبي. للكرسي؟ الله، وبسيته ثلاث بوسات. يمكن يا سعادة البيه بس. شش الأحسن جد. أهلا سلوى. إزيك؟ إيه؟ انت بتكلمني يا بابا؟ ايوه بقول ازيك دلوقتي. انا كويسة اوي يا بابا، انت وحشتني اوي يا بابا، الحمد لله على السلامة يا بابا. صحتك كويسة؟ صحتي انا كويسة اوي اوي يا بابا. يعني اطمن؟ تطمن على ايه؟ يعني مسألة الشبابيك والكراسي والحيطان. حيطان ايه يا بابا؟ سلامة عقلك. تسمحي، مين بيكلمك دلوقتي؟ دلوقتي؟ ايوه. الحيطة. معلش، لازم ناخدها على عقلها. اتفضل. الله، انتوا هتاكلوا؟ ايوه يا حبيبتي. مش لما يجي. هو مين يا اخي؟ الكرسي. الله، انت مش فاهم. ايه مين؟ مفيش. اقعد استريح.
الساعة 2:05، اتأخرت قوي يا حبيبي. أي الله، مالك يا حبيبتي؟ بيقرصني في دراعي. معلش خليه يقرصك، معلش. يقرصها ده ايه؟ كل وانت ساكت يا اخي. اسكت. الله، وبعدين معاك. اسكت. الله، ما سكت اهو. اسكت. خلي طاهر يفتح الراديو. بتقول ايه؟ بقول لي خلي طاهر يفتح الراديو. قوم افتح الراديو. قوم يا ابني افتح الراديو واسمع كلامها. حاضر حاضر يا توحيد. لا كويس. محدش معاه. اهجموا عليه عالم. اداها المرعي، مرعي كسر بيها، رجع لورا لحقها شريف، اداها العلاء، علاء ثبت الكرة جت جول. كويس المديره دي فاجئة دوري بيقعد. اسمح بالرقصة دي انسى. نزل الاكل هنا يا عاوز حلو. طب وطي صوتك لا يسمعوك. عايز ياكل حلو. ايوه اديها التورته. هو الكرسي بياكل حلو؟ الله، ده الكرسي بيهزر معاه. سيبه يهزر، انت مالك؟ اما نكته لطيفه قوي. ايوه صحيح، نكته لطيفه قوي. ايه ده؟ ايه اجرى ايه؟ برافو عليكي، انت مثلت الدور هايل. ايه؟ هتيجي بكره؟ في نفس الميعاد. اوعى تتاخر. مع السلامه. ستي سلامة عقلك يا ست. يا فندم هستناك يا حبيبي. هعد الدقايق، هعد الثواني. يا خبر اسود، يا لهوي. عاجبك كده يا سيدي؟ اهي بتكلم الهوا. بس اسكتي اسكتي يا مس. اسكت ازاي يا سيدي؟ يا خسارة عقلك يا ستي، يا لهوي. كراهية وليه اللي في ادبك؟ وليه في عينك؟ اسمع يا سيدي، محدش مجنن ستي غير الجدع ابو سبحه ده. انت باي حق تدخلي في شؤون اسيادك؟ انت لا في الطور ولا في الطحين. معلوم ما لياش في الطحين، لكن ليا في الطور. بشرفي لولا كنت سعدت البيئة انا كنت وريتك. طب اطلع لي بره. اطلعي، طلعت عينك، اطلعي عند سلوى فوق. ارجوكي ما تسيبيهاش يا مستكة. يا لهوي، يا خسارة مصر يا ستي. اسم الله يا حبيبتي، يا ريتني كنت انا يا ستي. أنا السبب في ده كله، حرمتها من الإنسان اللي بتحبه، حبستها في البيت لحد ما حطمت أعصابها. اطمن يا حازم بيه، كل شيء وله دواء. إيه رأي سعادتك لو نعرضها على دكتور أخصائي في الأمراض العصبية؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة. أنا عارف دواء. أرجوك يا ابني، بما إنك شغلت قلبها وبرجلت مخها فلازم تتجوزها. ده شرف عظيم يا سعادة البيه، لكن أحب أقول لسعادتك إن أنا فقير. عارف إنك فقير وكحيان وكل حاجة، ورغم ده كله هسهل لك كل أمر عسير. مش عاوز منك مهر، مش عاوز منك فرح. مبسوط؟ لكن يكون فعلا سعادتك إن أنا هعيش على قدي. إن شاء الله تعيشها على البلاط، تأكلها عيش حاف. المهم علشان أطمن، أنت بتحبها صحيح ولا لأ؟ بحبها جدا يا سعادة البي. سلوى هانم هي كل أملي في الحياة، وهي كمان بتحبك. خلاص احنا مالنا مادام بتحبوا بعض. الفلوس ملهاش اي قيمه في الحياه، ملهاش اي قيمه. سعاده بنتي هي كل شيء عندي. انا اشكرك على عطفك النبيله، وان شاء الله هكون عند حسن ظنك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. تسمح يا سعاده البيت، عاوزينك بره. طيب عن اذنك يا ابني. اتفضل يا عم اتفضل. ايه
اتفضل يا دكتور، قول لي لسعاده البيه. اطمن يا بيه، سلوى هانم متمتعه بكامل قواها العقليه. دي بتهلوس بتخطرف. قصدي يقول ان سلوى هانم بتدعي المرض علشان تستدر عطف سعادتك. مش معقول يا بيه، احنا مر علينا حالات كتير زي دي، ومن كتر التجارب بنقدر نعرف الحقيقه من التمثيل. تمثيل ازاي؟ مثلا الشاب طمعان في ثروه اهله ويمثل عليهم انه مهووس، مجرم عاوز يهرب من حكم عليه يدعي الجنون، بنت عاوزه تتجوز من غير رغبه اهلها تقوم تدعي الذهول. انا بنتي ما تعملش الحاجات دي من نفسها ابدا. مين عارف يا حازق بيه؟ الله اعلم، مش يمكن حد مسلطها. المهم اطمن ولا تشغلش بالك عليها بالمره. عن اذنك. متشكر يا دكتور. نهارك سعيد. اهلا وسهلا يا عمي. انت انستنا. الله يأنسك. يا عينك يا جبيرك. بقى اولا ادعيت انك دكتور وكنت عاوز تعمل لي عمليه الكلاوي عشان توديني في داهيه، وثانيا دخلت على البنت بالحنجل والمنجل، تليفونات ومقابلات وغنى تحت الشباك لحد ما كلت عقلها خالص، واخيرا تسلطها انها تعمل مجنونة عشان اتجنن انا راخر واجوزها لك بايدي كده زي شربت الخرج. يا اخي ده بعدك. طب بس قول لي يا حزبي، انت مش عاوز تجوزها لي ليه؟ اجوزها لك انت يا فقير يا كحيان. مش انت اللي كنت بتقول الفلوس ملهاش اي قيمة في الحياة، ملهاش اي قيمة، سعادة بنتي هي كل شيء في الوجود. كنت بخرف، كنت مجنون، انا بنتي لازم تتجوز واحد يعيشها على الحرير ويأكلها الشهر. لكن يا سعادة البيه، مدام بنحب بعض كل ده ملهوش قيمة. ملهوش قيمة عندك انت وعند عيلتك الكحيانة، لكن عيلتي السمت لها اصول ولها تقاليد، لازم تفهم ان اقل بنت في العيلة مهرها 2000 جنيه. سيادتك تقدر تدفع 2000 جنيه مهر؟ منين يا سعادة البيه؟ لما يبقى عندك 2000 جنيه مهر و10000 جنيه رصيد في البنك يبقى تعالى كلمني، مفهوم؟ ومن غير كده ما نقدرش نتفاهم؟ مفيش تفاهم ابدا بغير كده. 2000 جنيه مهر و10000 جنيه رصيد في البنك. بسيط قوي. سلام عليكم. سلام. منك 2000 جنيه مهر و10000 جنيه رصيد في البنك. بسيطة. طب ده انا عندي عشانك فكرة مدهشة. ايه هي؟ قولي. قسطهم له على 100 سنة. اديني كاس تاني وحاجة. وانا بقى حد والدك بقى. اشرب ولا يكونش عندك اي فكر، ما تتهمش. انا في جيبي يا حبيبي دلوقتي 5000. 5000 ايه؟ 5000 مليم. معاهم 5000 جنيه. مش معقول. طب اسمع، خليك وياهم لغايه ما يلعبوا ويخسروا فلوسهم على دير مليم. الا قلت والروليت ده يعني ايه؟ سعادتك شايف العجله اللي بتدور دي؟ ايوه. فيها كوره. كويس. الكوره دي لما تطب في النمره اللي سعادتك لاعب عليها، ايوه، تكسب فلوس، فلوس كتير. ما شاء الله. والفلوس دي بتاعت مين؟ بتاع صاحب المحل. وصاحب المحل ده عنده كام؟ بالالوفات يا سعاده البيه، بالالوفات. وحيد. متشكرين قوي مره ثانيه.
ما تيجي نلعب يمكن نكسب. يا شيخ سيبك منهم، دول نصابين. ايوه هما من ناحيه نصابين نصابين، انما انت ما مش عاوز تتجوز. طب ايش جاب ديلي دي؟ الله، انت مش عاوز المهر؟ طبعا عاوز المهر. طبعا معاك الدواء؟ ايوه معايا الدواء. خلاص يبقى جالك الفرج. انت تشرب الدواء وتختفي، وتشوفني لاعب على نمره ايه، وبكل بساطه تروح حاطط الكوره عليها. الله، دي فكره مدهشه. طب يا سيدي ما تشرب الدواء وخلصنا من التاني. اوامك. ليه ليه ليه؟ جنيه نمرة خمسة. نمرة آخر تكسب. يا نهار اسود، يعني طارت الفلوس. يا ترى انت فين يا ويك؟ جرب تاني. نعم حاضر. وتعريف لازم اخرب بيتهم. اما انت زميله راح فين؟ لازم راح يجيب فلوس. خمسة والنبي، والنبي خمسة، خمسة والنبي. يا ترى انت فين يا وحيد؟ انا جيت يا زغلول. قايد الحمد لله لحقني اخ عشان انا اتخرب بيتي. نمره خمسة اكسب. الحمد لله. انا اشتقنا. ايه ده؟ ايه؟ لا، وجايبهم هنا ليه؟ كلهم على نمرة خمسة. ليه ليه ليه؟ ايه؟ جامي جامي جامي. النمر خمسة من جديد. شرفتنا. ايه ده؟ وجايبهم ليه؟ لا لا لا، كله على نمرة خمسة. انا هتجنن. ديناميت، انزل شوف ايه الحكايه. اسمع، مش عاوزهم يخرجوا مليم واحد. حاضر. بس النمره خمسه. صد على نمره خمسه. مرو خمسة. احنا اسفين جدا يا سادة، البنك فلس. واقفين تعملوا ايه؟ انزلوا خلصوا عليهم. خربوا بيت الله يخرب بيتهم. انا متشكر قوي. اقعدوا بقى بالعافيه. الله الله. يلا بينا يا رجاله. ايه طلعت تاكسي؟ لك تاكسي يا بيه. لا متشكر، معايا العربيه. احب اوصل لك الشنطه. شنطه مين مسير؟ وحيد الحان، الفلوس راحت. ينطر دينك يا وحيد. هوش انت وانا حضرتك مليان. يا تعالى اركب يا زغلول، اركب اوان. Thank you.
اتفضل يا سعاده البيك. 2000 جنيه مهر سلوى هانم و10000 جنيه رصيدي في البنك. 12000؟ اتفضل عدهم. ايوه، لكن ازاي اتحصلت على المبلغ ده كله منين؟ من المخدرات يا سعاده البيك. يا حضره الضابط، هو ده صاحب العربيه. انت صاحب العربيه الصغيره اللي واقفه تحت نمره 3360 ملاكي مصر؟ ايوه. في حاجه؟ لا، بسيطه، لقينا فيها مخدرات. مخدرات؟ ايوه. يا حضرة الضابط، انا متأكد ان فيه مؤامرة ضدي. مؤامرة من مين يعني؟ من واحد يكون له مصلحة انه يزحني من طريقه. حضرتك تقصد مين؟ اقصد ان انت اللي مبلغ عني. انا؟ استغفر الله العظيم، انت غلطان، انا اللي بلغت. يبقى هو اللي مصلحتك كده؟ طب تسمح تقول لي حضرتك جبت الفلوس دي منين؟ الفلوس؟ ايوه، من اين لك هذا؟ اتكلم، دافع عن نفسك. لقيتهم ورثتهم، كسبتهم في اللوترية، حد شريكي؟ على كل حال اتفضل معايا على الاسم، وابقى دافع عن نفسك بالطريقه اللي تعجبك. انا حوريك. يا سلوى، اتاكد ان انا بريء. انا متاكده من غير ما تقول. اتفضل. تعال هنا يا زكي. افندم. انت اللي بلغت عن وحيد؟ ايوه يا فندم. وش عرفك ان العربيه كان فيها مخدرات؟ اصل انا كنت شاكك فيه يا فندم. انا متاكده ان الموضوع ده فيه سر، ولازم اعرفه حتى لو كلفني حياتي. لا، انا ما احبش ابدا تتدخلي في موضوع شائك زي ده. بصفتك ايه بتوجه لي الكلام ده؟ بصفتي حابه جوزك. انا افضل الموت على اني اتجوز واحد زيك. ياه، كل ده عشان سعلوك زي ده؟ اخرس يا قليل الادب. باصل الاستاذ مجدي. الله، هو سافر؟ ايوه سافر عشان يحضر المؤتمر. ما سابليش دواء؟ ايوه ساب لك الدواء ده. ما احسن البوليس بيطاردني. طب يا نهار اسود، هو البوليس اللي طالع ده هو ده اللي جاي لك؟ ايوه. يا نهار اسود، انا هو منهم اللي بيخفيني؟ معرفش، هو كله له خاف يدهم على بعض. ليه بيه؟ ايوه وحيد افندي، ساكن فوق اول شقه على اليمين. يا رب والنبي. يلا يا حبيبي اختفي بقى، استنى ما هو عليك عشان تسيح. مين؟ افتح باسم القانون. طب والنبي تستنى لما ينشأ. يا نهار اسود، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. فين المجرم؟ المجرم اهو اهو، المجرم اهو يا حضرة الضابط. يا نهار اسود، والنبي يا حضرة الضابط. بعد كده يا خبر، هو فين؟ لكن دي بدلته اللي هرب بيها حضرة الضابط، لازم موجود هنا. فتشوا البيت كله كويس. حاضر يا فندم. فتشنا كل الاوض ما لقيناش حد يا فندم. لازم هرب، تعالوا معايا. خليك انت هنا، ما تتنقلش من مطرحك. الباب ده ما يتفتحش لغايه ما اجي، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضل استريح. لا، مبسوط كده؟ طيب، وانا قلت لك حاجه. ايه بس يا حبيبي، عاوز ايه؟ عاوز ازوغ. تزوغ ازاي بس وصاحبنا متنيل وقت على الباب؟ انت بتكلم مين يا جدع؟ لا، ده انا. انت؟ حاضر، ده انا عصي بكلم اخويا سمسم. سمسم؟ ايوه، اصل انا مخاوي حتى. شوف يا سمسم.
ازيك يا اخويا يا دغلول؟ سامع؟ يقول لي ازيك. ازيك يا اخويا؟ وازاي امك عفريته هانم؟ بتسلم عليك. اهلا وسهلا. اهلا. عشرة بلدي بقى وحياة ولد. جرأ ايه يا سمسم يا اخي؟ مش تعزم على الضيف بتاعنا بسجارة؟ الله، خد يا سيدي اتفضل. خد سيجارة يا اخويا. هو خايف كده ليه؟ خلاص بقى يا سمسم، افتح الباب يا سمسم. زوغ يا سمسم. سلام عليكم. اهو زاغ سمسم. خلاص بقى مبسوط. يمكن باللاسلك. حبيبتي سلوى، أريد أن أراك حالا. اركبي السيارة التي في انتظارك على ناصية الشارع. اطمئني، أنا مختبئ في مكان أمين. ده جواب من وحيد. قولي لي، هو بابا فين؟ ده نايم وبيشخر. أنا خارجة قبل وحيد، بس خايفة بابا يصحى قبل ما أرجع. ما تخافيش يا ستي، لك عليا أظبط له المنبه على بعد بكرة. طب اجري اجري. أوعى. سيبيني وتروحي فين يا حياتي يا مهجر قلبي؟ يا مجرم يا سافل. اعمل ايه؟ مش قادر على بعدك. الالم اللي ضربتهولي خلاني قايل نار من ساعه ما ايديك الحلوه لمست خدي والنار بتكوي في ضلوعي. خرجني من هنا وخد الفلوس اللي انت عايزها. الفلوس؟ الفلوس ما بقتش تهمني. انا كل اللي يهمني ان اطفي ناري واشفي غليلي. بعد كده اتسجن اتشنق زي بعضه. ابعد عني. ما تخافيش، انا مش مستعجل. افتحولي افتحولي افتحولي. دغلول. مش سرايط حازم بيه مقلوبة على رجل. ليه حصلت تاني؟ الله، مش سلوى اتخطفت. اتخطفت؟ مين اللي خطف؟ انت يا حنت. انا ازاي يا اخي؟ مش انت اللي بعت لها جواب وعربية علشان تجي لك مطرح ما انت مستخبي؟ وهبعت لها العربية مع مين؟ صحيح، تبقى مش انت. يا خبر، دي معناه ان سلوى اتخطف. اشرب يا حلوة، دي مقلب تاني. انا عارف مين اللي عمل كده. فكرك مين؟ اللي وضب المقلب الاولاني طاهر. مفيش غيره. يلا بينا. يا نهار اسود، بس هنخرج ازاي؟ مش عرفنا هو مخبي سلوى فين. زكي لازم عارف كل حاجه. طب بس يا حبيبي، هنخرج ازاي اذا كان البيت محاصره البوليس؟ ايوه، انا لازم اشرب الدواء. اشرب واعمل معروف واختب. زغلول. ايوه. الازازه اللي عليها ابيض دي فيها الدواء اللي بيظهرني. حافظ عليها زي عينيك، علشان بعد ما ننقذ سلوى لازم اشرب منها وابرأ نفسي قدام البوليس. بس اتكل على الله انت واختفي ومالكش دعوه. يا اللي ساكن جوه قلبي. ده الخير. لا، عاوز ايه؟ عاوز اخش. لا. اوه اوه.
انت بتضربني؟ انا حوريلك شغلك. ولا قاعدة من اللي في وشي. قام مش انا اللي ضربتك، اللي ضربك سمسم. سمسم. ايوه اسمع انت هنا. انت هتكروتني كل مرة. انا بقيتش اكل من الكلام الفارغ بتاعك ده. اقعد احصلقتهم رقبتك. قولي طاهر مخبي فين سلوى؟ معرفش. ما تعرفش؟ سمسم تعالى طاير رقبته. قول انت. اسمع يا زغلول، انا عارف انت ابن حلال، مالكش دعوه بوحيد، ده مكرم، ده هيوديك في داهيه كده. سمسم مش عاوز تقول؟ هقول بس حوش سمسم عندي. طب بس اوامك عشان انا مستعجل. حاضر. مخبيها في مكتبه، شارع عباس نمره 50، الدور الاول. وده كلام معقول سمسم؟ حاضر هقول. في بدرون تحت المكتب. الواحد يدخل منين؟ انت في المكتب فيه دفايه عليها شمعدان، تحركوا يتفتح باب سري ينزل على تحت. كويس كده، يلا بينا يا سمسم. احبسه. امشي. قوم اتكتر. يوم اقفل باب وراك. يلا زغلول. اهلا. بس تعرف مالك؟ وحيد اذا ستة وانكسرت. انا فيهم. لما قلت لك اني يا نهار اسود، ازازة الدواء اللي ترجعت بني ادم تاني. يخرب بيتك وحصل تاني ازاي؟ استنى. وبعدين نعمل ايه دلوقتي؟ استنى. ما فضلت شوية. استنى اشوف. طيب اعمل طريقة اشوف. فوت فين بقك؟ اتفضل. الحمد لله ظهرت. اديني هدوم اوام. كويس كده. هروح ازاي دلوقتي انقذ سلوى؟ كل اللي بنيته هد. اتفضل يا سيدي ما تتضايقش، الدواء اللي بيخفي موجود. الله، اوعى تشرب منه. احسن شربت منه هتفضل طول عمرك مختفي. صحيح. اهو احسن طريقه بقى تروح تبلغ البوليس. لا فعلا، عاوزهم يقبضوا عليا. طب يا سيدي ابلغ انا؟ مش هيصدقوك. اسمع. ها؟ انا جاتلي فكره. ايه هي؟ انا بصنعة لطافه هخلي البوليس يقبض على طاهر وعصابته. ازاي؟ بس تعالى هات التاكسي عشان اغير هدومي وهقولك في السجن. يا الله. مساء الخير يا سعاده البي. نعم، عايز حاجه؟ عاوز اتحبس افندم. محسوبك وحيد شاكر تاجر المخدرات اللي بدور عليه. بتهزر حضرتك؟ ابدا. اذا كنت مش مصدقني صورته اهي. انت وحيد شاكر؟ ايوه فندم. اللي خطفت بنت حازي بيه زمت؟ مظبوط. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عسكري. قبضوا عليه. امسكوه. يلا زغلول وحصلوني. على طول تعمل عليهم ولا ايه؟ رايح فين؟ خليك انت هنا. إيه؟ لما يجي البوليس وريله السكة. ايوه حاسبني مع القتيل ده لوحدي. يا نهار اسود، ده رجله بتلعب. يا نهار اسود، هي فيها من مسدسات زي بعضه بقى. نشرب الدواء واختفي وزي ما تيجي تيجي. ايه الدوشه دي؟ اوعى تلخبط الصنف انت وهو.
نمرة واحد لوحده والسكوندو لوحده. العينة الجديدة وصلت. أبو تمساح المعتبر. كل حاجة. ارفع إيدك. ادخل قدامي. ادخل. الله. هو أنت؟ خلص عليه يا حنطور. نقول للرئيس قبل. أنا قلت خلص عليه. سمسم جيت في وقتك. برافو عليك. ارفعوا ايديكم. خليك معاهم. اقوم عليه. سكور. بينا. محدش يتحرك. كله يرفع ايده. ارحميني ارحمي عاشق والهان. ارحميني وحيد. انا حموتك واشفي غليلي منك. نفسك فيه قبل ما تموت؟ نفسي نفسي في سمسم. نعم يا سيدي نفسي في سمسم. ايوه جاي. ايه ده؟ ارفع ايدك. ما تسمع الكلام. اقف عندك. سيبه بقى سمسم سيبه. محدش يتحرك. مين صاحب المحل ده؟ حضرته طاهر كامل صاحب محل استيراد والتصدير. اتفضل قدامي على القسم. بمناسبة ايه؟ بمناسبة المخدرات اللي ظبطناها عندك دلوقتي. وهو كمان اللي خطفني وحبسني هنا. اتفضل قدامي. مع السلامة. وانت كمان تتفضل قدامي. ما عنديش مانع. اتفضل. انا جاي معاك يا وحيد. وحيد وحيد. ايوه يا سمسم. عن اذنك دقيقة واحدة بس. اتفضل. دقيقة واحدة بس. دقيقة واحدة. انت فين يا زغلول؟ انا هفضل مختفي كده على طول. امرك لله. استنى بقى لما الاستاذ مجدي يرجع من السفر. هو اللي عنده الطريقة اللي ترجعك تاني. وهقابل مستكة ازاي؟ اذا كان عشان مستكة انا عندي طريقة تقابلها بيها. سعيدة بقى. بعد امتى؟ استنى عليا شوية بس لما وشي يخف. طب ووشك ده هيخف امتى؟ اصل انا مستني واحد دكتور صاحبي هيجي من السفر. ولما هيجي هخف على طول. لا ده انت عاملها حاجة. إيه؟ انا بالعربي بتطمن على مستقبل. تعالى هنا وريني الروبوت شكله ايه. انا ما كلش بالكلام. يا نهار ابوك كحلي. وشك راح فين؟ وقع مني. Ha ha ha.